فعلا بنات كديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالنا اليوم، غندير فيديو بارمي الفيديو اللي كيعجبني بزاف نشوفهم في يوتيوب، اللي كتعطيني فكره على بعض المنتجات. وشحال من مره كنكون باغا نشري مثلا شي برودوي، كنشوف لا فيديو كنلقى ان افي بوزيتيف ولا نيجاتيف عليها، عاد ديك الساعه كنقدر نشري. الوغ لا فيديو اليوم ديال لي برودوي تيرميني. كتشوفوا جمعتوا في هاد لو ساشي، كاينين بزاف، غادي نحاول ما امكن نعطيكم الراي ديالي عليهم، واش مزيان ولا ما مزيانش، واش جو لو ريكوموند او با. الوغ اللي هزات يدي غادي نبدا بيه، هذا جيل دوش ديال ايف روشي، ديال لي فروي نوار، داك البلاك بي جو بونس، كان زوين، ريحته زوينه، كيغسل مزيان، با بلوس زعما. واش نعاود نشريه ولا لا؟ ما كنظنش واش باقي هاد ليديسيون، راه بلو جو بونس غير لومبالاج، ولكن ما نفضل نجرب حاجة أخرى. توجور عند ايف روشي كاين هاد لو جيل نيتوايون فيزاج، هيدرا فيجيتال نيتوايون فريشور، هذا بور اون بو نورمال ا ميكست. انا لا بو ديالي ميكست، ستادير كنبغي شي حاجة اللي تحيد ليا ليكسيب سيبو. هادا تا هو ما زعما معجبنيش بزاف بزاف، كان كيغسل عادي، ما تيعاونش هذاك لو سيبوم انه يتحيد، دونك هذا ما غاديش نعاود نشري. عند لا مارك سكين فود، هذه اون مارك ماروكين، عندها لي برودوي ناتوريل 100%، كناخد من عندهم الزيوت، سورتو الزيوت. لقيت ان زعما عندهم رابور كاليتي بري مزيان، يعني بلو بري اللي كيقدمو ولا كاليتي ديالهم زعما جو سي تري ساتيسفيت. هادي بور دو كاريتي، كنديرو الترطيب ديال الشعر في لي ماسك كابيلير، وكذلك كنديرو بعض الخطرات في لي زون سيش في لو كور ديالي، مثلا هنايا هاد المنطقة ديال الكود ولا لي جونو. المهم هذا برودوي مزيان، وراه غادي الا بغيتو راه غادي تلقاو في لو سيت ديالهم skinfood.ma، وكذلك غادي تلقاو بزاف عند بائعات في فيسبوك. هذا بديل الزيت ديال بونتين، هذا كان قبل ما يخرجوا هذا الجديد، هذا سي تان بيغ فلوب بور موا، ما عجبنيش لا دي ميلور لا ماسك لا زعما هكا فاش كنغسل شعري وكندهنو تيخلي لي الشعر معلك، ما تيعطي حتى شي فائده، راه باقي عامر، ما عرفتش غادي ندير به. تنشوف ليه شي تصريفه باش نخوي هذا الشيء هذا اللي فيه، المهم راه باقي عامر، ما عجبنيش كاع بمر. توجور في الشعر كاين هاد لو شامبوان ديال افون، دايرينو زعما نوريسون بوغ لي شيفو سيك بالويل دارغون، ما كاين لا نوريسون لا والو، تيغسل الشعر تيحيد منو الوسخ وصافي، ما تيرطبو ما حتى شي حاجه، ما غاديش نعاود نشري هذا. باغ كونطخ في لا ميم غام كاين واحد اخر اللي كحل، انا مابقاش عندي نسيت ولا حت لا بوتي ديالو، هو كحل في لا ميم غام، هذاك البنات زوين، هذاك ريحه زوينه، ترطيب يعني كيخلي لك الشعر مرطب تدوز فيه المشطفة سيلمون، هذاك زوين الا كنتو مهتمين بلي برودوي تاع افون، جربوا هذاك الكحل. هذا باغ كونطخ هذا ايفيتي، ما غنعاودش نشري. توجور بالنسبة للشعر كاين هاد لو شامبوان بوغ انفون، هذا فيه الريحة ديال لافانان، ريحة زوينة البنات، هذا كنت كنغسل بيه لولدي، زوين زوين بزاف زعما الصراحة، عجبني وعجبو حتى هو زعما، اون ساميزي بزاف حنا كنغسلو بيه، كيخلي ريحة زوينة في الشعر وكيخلي الشعر حتى هو رطيطب زعما، هذا زوين، هذا جربوه البنات، انا جو ريكوموند. دابا خديت له الفخا دو لا بيش باش نبدل يسالي ليا ورجع عاود لهذا، هذا زوين. كاين هاد لو ديودورون سبراي ديال نيفيا، صراحه البنات انا لي سبراي ما كيعجبونيش غير بعض الخطرات، كنطل كنستعملهم، ولكن انا جو بريفير دو لوان زعما لي ستيك، وكنحاول دابا ما ناخذش اللي فيهم لي سيل دالومنيوم، وهذا ما زوينش، ريحته ما عجبتنيش، وما غاديش نعاود نشريه. نخرجوا من لابوطي شويه حتى نعاودو نرجعو ليها، هادوك كنقولو لهم غوطا غوطا. هذا ما كيخطانيش، يعني ديما خصو يكون في الدار، كتسالي التسياق ديالك،
كديري شويه في ديك الجفيفه الاخرى وكيخلي لك ريحه زوينه بزاف، سورتو هذا ديال الفاني. راه عندي حتى لاخر لي موف لافوند زعما بالخزامه، ولكن هذا ايفيتي، هذا بعدا ما عجبنيش ما نعرفش ناخده. هذا ديال الفاني، وكاين واحد اخر خرجوه ديال العود، حتى هما هاد جوج زوينين. كنديرهم كيف قلت لكم في الجفاف الاخر، كنديرهم في الطخشون ولا بغيت نمسح الغبره، وكيخليو لك ريحه زوينه. هادو ما كيخطاونيش، سورتو هاد الصفر وتابعو ديال العود، هذا ايفيتي. نرجعو للشعر، كاين اماس كابيلير ديال اوترا دو، هذا ب شوفو ديسيشي سنسيبيليزي، هذا تا هو كان زوين كيخلي كيف قلت لكم. هذا سي تان ماسك زعما زوين، الا كنتي كتقلبي على ان ماسك اللي يعني ما غاديش يغدي لك شعرك بزاف، ولكن او ميم طون غادي تخرج غادي تخرجي به من الحمام زوين ورطيطو وكيهدم الشعر. هذا زوين، واش غنشريه ولا لا؟ كنجرب حاجه اخرى يعني، انا كيعجبني نبقى تنجرب سيرتو بالنسبه للشعر، ما كنخليش حاجه واحده كنمشي عليها ديما. تبارك الله عطى الله لي مارك، وحنا تنجربو حتى نطيحو فشي حاجه اللي غادي نلقاو فيها راحتنا. هذا نوتخ سبراي، هذا ديال بتي مارسيي، هذا ما كنتش كنستعملو لي جيسيل، كنديرو سيرتو فوق الحوايج هكا فوق البيجاما ولا شي لعيبه، كانت ريحتو زوينه في لا فريشور. غادي نعاود نشري بيان سور كي قلت لكم كيعجبوني في البيبرون سبراي. هذا ان جي نيتوايون ديال ايف روشي، باغ كونتخ هذا زوين. هذا هو اللي عجبني فيه، انه او ميم طون نيتوايون او ميم طون في حبيبات كيديرو ان بيتي غوماج دو ما قاصحش على لابو. بالنسبه لهاد دايرين اون غام بوغ لابو اكنيك، يعني فاش كنشوف راسي راه بداو فيا لي بوان نوار بزاف كيكثرو، ولا هذا كنستعملو، ولا سينو كنت كنستعملو حتى دو فوا باغ سومين. زوين، جو ريكوموند هاد لو برودوي، هذا زوين. ان اوتر برودوي بور لي شيفو، هذا ستان ديميلور لا مارك كيرا، هاد كيرا هذا اون مارك لي كتكون في كارفور، هذا فريمون زعما رخيص، كيدير واقيلا شي 12 درهم 15 درهم، المهم هذا ما وصلش 20 درهم. واش زوين ولا ما زوينش؟ عادي يعني، بحال درتي بحال ما درتيش. الا كنتي كتقلبي برودوي اللي رخيص وكيعاونك غير باش تسرحي شعرك تقدري تاخديه، اما الا كنتي كتنتظري منه زعما راه غادي يدير لك شي حاجه واو للشعر ديالك، راه ما توقعش منه. انا ما غاديش نعاود نشريه، كي قلت لكم كنفضل نجرب حوايج اخرى. نرجع على مارك سكين فود، هذا الويل دو كوكو ديال مارك سكين فود، سي تري تري بيان، ان بو برودوي كنستعملو انا. الويل دو كوكو ما كيخطانيش، كنستعملو لابو كوم دي ماكيون، كنستعملو للشعر يعني، كندهن به لوليداتي، هذا ما كيخطانيش. دابا ما عنديش ديال سكين فود، خديت ديال لا مارك ايماني تنعاون نوريه ليكم، وحتى هو مزيان، مي هذا زعما جو فو ريكوموند سي ان بون برودوي. جي دوش دوب، لا مارك دوب راه غنية عن التعريف، مالوغوزمون في المغرب ما كنلقاوش بزاف لي جيل دوش دوب لي بزاف زعما ديال النكهات. هذا كنلقاه في مرجان، لقيتو افيك ان تري بون بري، لقيتو ب16 درهم في مرجان و بروموسيون. بالحق كيف قلت لكم ما لقيتش فيه بزاف النكهات، خديت هذا وخديت واحد اخر ديال لا مادلين، بجوج مزوينين وكيعجبوني بزاف، حيتاش فيهم بي اش نوتر و سون بارابين، يعني كيخليو فعلا تيخلي لابو تخي دوس رطيط، ما كتحتاجيش ديري من وراه ان لي كوف بوغي. هذا جو ريكوموند زوين، غنبقى ديما نشري. الكاستيفي الوغ، هذا سي ان جيل نيتوايون انتيم، هذا مزيان حتى هو، سورتو الا كان عندك هكا دي زيريتاسيون ولا ما عندك شي مشاكل في لابارتي انتيم، هذا كان حتى هو ديما كيكون عندي. ما كنستعملوش يوميا بيان سور، ما كنستعملوش ديما، كنستعملو كي قلت لكم الا كان عندي هكا دي زيريتاسيون، هذا زوين. ايوا هاد برودوي اللي ما بقيتش لقيتو، هذا جو بونس كان جاني واقيلا من هذا كيكون في الشمال ولا في الصحراء ولا في الاسبان، هذا كولونيا بحال فا دايوغ، راه مني تقاد لي هذا راه خديت فا، زوين تا هو ريحتو زوينه بزاف، كنديرو في
سبراي كنبقى ترش بيها كدار، كنرش بيه لي زوغيس بلا هذا لي زور فاق، هذا زوين تا يكون في الدار. هذا انجل نتوايون بور فيزاج ديال اوريفلام، هذا الحاجه كتغسلي بصابونه عادي. هذا حتى هو انجل نتوايون بور فيزاج، هذا ما كنتش شريته بصراحه، كان جاني من لا فرانس. هذا بور لا بو اتوندونس اكنيك، هو كنت كنستعمله في ايام فاش كيكون عندي مشاكل ديال لاكني في وجهي، وكان كيساعدني انني نتخلص منه، كان كينشف لي هذوك الحبوب. يعني برودوي زوين، لقيت لا زعما لقيتو كيفاش تاخذوه زوين مزيان. هذا سي مون كود كور، هذا سي ان لينيمون تعرفت عليه في ولادتي الثانيه، استعملته دابا ديالي حيت كنت زعما كنت مقرره انني ما استعملوش اللانجيت باش نمسح له اعزكم الله لو سيج ديالو. الوغ هذا كنستعملو ليه زعما شاك جور ديما فيما كنبغي نبدلو لاكوش كنستعملو، كذلك الا شفت شي حويجه فيه كنمسحها له، مثلا بغيت نمسح له الكو عنيق ديالو، ولا كنبغي نمسح له يديداتو ولا رجيلاتو كنمسح بيه. هذا نورمال، هذا ناتشوغيل 100% كيصايبوه بالويل دوليف، هذا زوين ما كيخطانيش، وغنشريه وغنبقى ديما نشريه. غنبقاو في لي جيل دوش. كوفين دو فارم دي اون مارك تي كنلقا في لي كروند سيرفاس، هذا ان جيل دوش سور غرا، كنستعملو بزاف لولدي حيت لابو ديالو كتنشف. هذا كيخلي له لابو تطبع، 95% دوريجين ناتشوريل، سون صافون سون بارابين اي بو الرجينيك، دونك هذا تري تري بيان بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ديال البشرة كتنشف ولا كيجيها تشققات ولا كزيما، هذا تري تري بيان. سي هذا بحال ان برودوي فارماسيوتيك، هذا تا هو زوين، جو ريكوموند فيفمون هاد البرودوي تاع كورين دو فار. لو فامو شامبوان كادوم، هذا دار ضجة يعني كاع الناس ريكومونداو، هذا ديال الغسول. كادوم راه عندهم بزاف ديال، عندهم البيض عندهم بلافوكا، جربت هذا تاع الغسول سي فغي كيخلي الشعر طب ما كيشعككش الزغبه، زوين تيغسل هادشي اللي كنطلبو ان شامبو انه يغسلينا مزيان وما يشعكش الشعر، هذا تا هو مزيان. ان اوتر شامبو هذا خرجاتو ريسامون لا مارك طاوس، لا مارك المغربيه طاوس، هذا باش اللي اتيغاني فيه هو انه دايرين فيه 0% سيليكون، 0 بارابين، 0 كولورون، اكستري ناتشوريل. اتيغاني في الصراحه بهذا 0% اللي فيه، و زعما عجبني حال انني نستعمل ان شامبو يكون رخيص في الثمن ما غاليش بزاف، وكذلك زعما ما فيهش هاد لي برودوي هادو اللي كيخسروا الشعر. جربته خديت لو فورما صغير جربته وعجبني، عجبني زعما بزاف، و سي بوغ عاودت خديت لو فورما الكبير ديالو هو باش واقي دابا كنغسل شعري زوين، تيخلي لي زعما ما كيشعك لي الشعر، كيغسل مزيان وكيخلي شعري رطب، هذا زوين. جو ريكوموند هذا، هذا راه للشعر الجاف، كاين وقيلا للشعر الدهني، كاين ضد القشره، جربوها البنات ان شاء الله ما غاديش ندموا عليه. ان اوتر جيل دوش هذا ديال لا مارك افون سانسيز، هذا باش زوين اللي كيعجبني في هاد في افون كيديروا بزاف ديال الروائح، يعني الا كنتي من النوع اللي كطلع لك بزاف الحاجه في راسك لا استعملتيها بزاف، جربي هذا ديال افون، عندهم بزاف ديال الروائح، زعما ان ميلتيتود ديال لي سونتور اللي تقدري تستعمليها على حسب الاوقات. هذا تا هو كان مزيان، ريحته زوينه، فيه ريحه ديال لا فريشور، سورتو هذا يعجب الرجال، دونك لو بغيتي تهلاي في راجلك خذي له هذا الجلد تشرا زوين. توجور عند افون هذا حتى هو ان جيل دوش، هذه اون كريم باغ كونطخ، هذه اون كريم دوش كتخلي لابور تطيب حتى هي، الريحه ديالها ريحه نوتخ، ما فيهاش زعما شي ريحه اللي الريحه اللي كضر في الراس، ريحه نوتخ، ريحه ديال النقاء، وزوينه كتبقى زعما فورما زوينه كبيره بحال هكا، الا كانت اون فامي كبيره تبقى في لادوش زوين، زعما تقدروا تجربوا. توجور عند افون باردون كاين هاد لا كريم هادي ايدراتونت،
هذه بار كونتخ الريحة ديالها واو عتيرة، راه فيها واحد الريحة البنات زوينة 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 بزاف. لو بري ديالها ما غالياش، راه كتلقى وقيلا في بروموسيون ب 40 درهم، وكيف كتشوف راه 400 ml بو كبيرة تبارك الله، ما كيكمل حتى فريمون انت كتشبعي بالكاكاو، وزوين كيخلي اللحم رطبة. وهاد لاكام راه فيها بزاف ديال، فيها هاد لو فورما هذا، وفيها لو فورما اللي هكا فلاكون تنعاونو ليكم ابخي. المهم زوين هذا التاوت، تقدروا تجربوه البنات. نبقاو ديما عند افون البنات، هذا هادي اون كريم بور لو فيزاج سون زويل، وهادي بور لا بو ميكس تا غراس، هادي تا هي جربت الاولى عجبتني، وعاودت خديت الثانيه كانت زوينه كترطب ليا وجهي مزيان، ما كتخليش ليا ديك لا، ما كتحسيش باللحم ديالك كتبقى كتلصق، هادشي ما كيعجبنيش. فانا انا في اون كريم ايدراتون كنضرب لا كريم ابليكي على وجهي ودخل، زعما ما نحش بها، راه محطوطه اون كوش فوق وجهي، كنبغي لا كريم تكون خفيفه، هادي كانت خفيفه بزاف ما فيهاش الريحه، اوكي قلت لكم زعما كانت كترطب ليا وجهي بلا ما تخلي لي ديك لا سونساسيون ديال التلصق اللي ما كنبغيش، زوينه وكتبقى حتى في الثمن كتبقى مزيان. هذا انجيل انتيم، هذا باغ كونتخ هذا لو شوشو، هذا ديما كيكون عندنا في لاصال دو بان، تنقدر نستعملو كوتيديانمون و تيدير ليا حتى شي اريتاسيون، هذا زوين البنات جربو سافوريل كوم جيل انتيم ما غاديش تندمو، جو ريكوموند فيفمون هذا الطوب. رجعو لي جيل دوش عاوتاني، ما مدرتش ليكم الترتيب، راه هي اللي هزاتها يدي كنوريها ليكم. هادي لا فاموز ايفيدونس ديال ايف روشي، جي دوش غني عن التعريف، ريحة غنية عن التعريف، كاينين بزاف الناس كتعجبهم، انا شخصيا ما كتعجبنيش بزاف، يعني ما عمرك ما تلقاي عندي كوم بارفان. باغ كونتخ هاكا جيل دوش ولا كريم دو فوغ، فاش كتكون هاديك لا بروموسيون جيل دوش بلوس كريم كناخدها، زوينة وكتبقى الريحة في اللحم كتبقى شادة زوينة، اللي كتعجبو ايفيدونس بوفي فرونسي. باغ كونتخ في ايف روشي باغمي الروايح اللي عجبوني عندهم بزاف، كاينه هادي مومون دو بونور، هادي يلاه ساليتها البنات مع الصيف، خديتها في الصيف فغيمون سالات مع الصيف، وكنت باقي كنديرها هاد ليامات ديال باش كيكون الحال سخون. هادي فيها واحد الريحة البنات فلورال، مي او ميم طون ماشي كضر في الراس، او ميم طون خفيفة وما كطيرش دغيا، كترشيها كتحسي بالانتعاش، كتحسي بالريحة ديال الربيع، و ريحة زوينة بزاف كتبقى فيك زوينة وما كتضركش في راسك. هادي جو ريكوموند فيفمون هاد لو بارفان هذا سورتو بالنسبة للصيف. هادي اون لي دو تواليت ميكس ا بيبي تي، راه معروفة غنية عن التعريف، كناخدها كوم كنستعملها كوم دي ماكيون، كنستعملها البيبي ديالي الا بغيت نمسح الوديدات ولا هذا، زوينة تخي دوس، و زعما هادي زوينة زوينة تكون عندك هادي في الدار كتنفع. في ديرما اكخون سولير، هذا الصراحة كانت عطات ليا غير ختي، جربتو باغ كونطخ معجبنيش بزاف، لا تيكستيغ ديالو قلقلة، و هي تانتي وانا مكنبغيش انايا هاكا تانتي، سيغتو بالنسبة لابو غراس كنحس بوجهي تقيل، ما كنبغيش انا هادو، دونك هذا ما غاديش نعاود نشريه، ما شريتوش وما غاديش نشريه، هذا ما جو ريكوموند با. بوغ لي شوفو، هذا ان سيروم بوغ لي شوفو من عند ايف روشي، كاتبين فيه شوفو سوبليمي اي فورتيفي تو تيب دو شوفو، هذا راه ما كاملش البنات كيف كتشوفوا، فيه ان ليكيد بلون، جربتو وكنت كنتسنى منو بزاف د الحوايج بون دوني كو زعما ايف روشي انا كنتيق في لي برودوي ديالهم، هذا ما عجبنيش، كنت دير حتى شي حاجه لي شوفو، ما كيرطب ما كيسرح، كيعلك لي شوفو، كيولي الشعر تاعك معلك بحال ما غسلتيه الشهر، وما تيزيد حتى شي حاجه، هذا ما غاديش نشريه وما عمرني غنشريه، وما نصحكمش تشريوه، هذا ايفيتي الناس تان بيك فور.
un déodorant عند la marque Nivea Rolon هذا لي رولون ديالهم حتى هما ما كيعجبونيش البنات كوم لي سبراي كنت حزيت واقيلا شي خطره وخديته ولكن ما عجبنيش كاع بمره تيخلي لي اون سونساسيون خايبه في لي زيسي كوم كوا راه كنحس براسي راني ما ناشفاش ديك نشوف هي اللي كنبغيها في لي زيسي هذا ما كيخليهاش دونك انا بوغ موا هذا سي تان فلوب ما عجبنيش ما غاديش نعاود نشري وما غاديش نعاود نشري حتى اي واحد هكا غولون ما غاديش نشري un dentifrice de la marque Novo Bac les dentifrices البنات وليت كان لا بغيت ناخذ ان دونتيفريس كار البال مع هاد لو سين اللي عنده هنا دونك قال لك الا خديتي الخضر بلاتي الاحمر والكحل ايفيتي كيكونوا فيه بزاف تاع لي سوبستيتيسيون شيميك الزرق فيه شويه والخضر سي بوكو ميو سي لو ميور اللي ما فيهش جو بونس كاع لي برودوي شيميك هذا خضر كي كتشوفوا زوين البنات هذا كيغسل مزيان كيخلي لك واحد النقاوه زوينه في فمك او ميم طون ما تحسيش بديك الحرق بزاف اللي كيشوط هذا زوين شريته با مال دو فوا و جو بونس نعاود نشريه كان ناض فيا البنات الحبوب في واحد الفتره وجربت هاد الصابون كبريت كيتباع في لي بارفيمري البنات اللي وجهها ميد و تيخرج ليها الحبوب بزاف جربي عافاك هذا راه رخيص بزاف في الثمن ويقدر يدير معاك الخدمه ديال لي كروند ماسك تينشف الحبوب مزيان ما تيخليش هذاك الزيت اللي كتخرج سورتو في لا زون دي جربوا البنات هذا اللي كتعاني من الحبوب ان شاء الله ما تندموش توجور بالنسبه للحبوب كنت خديت هذا كوم ايشانتيون هذا لا مارك اي فاك هذا سي تان سوان جلوبال انتي امبيرفيكسيون تان لومينو هيدرات اي ماتيفي دونك هذا ابخي فاش كنغسل وجهي جو لابليك سورتو في البلايص اللي كتبان ليا فيهم حبيبات هذا لا غد ليا كتصبح الحبوبه ناشفه هذا اي فاكس تان تري بون برودوي عندي هنايا مينياتور جربتو غادي ناخد ان شاء الله لو فورمال اللي كيتباع عادي الكبير ديالو زوين بزاف هذا كي قلت لكم كنديرو فوق البلاصه اللي فيها الحبوبه صباح كتصبح ناشفه دونك هذا اغوكوموندي هذا زوين زوين بزاف جربوه اللي كتعاني من الحبوب توجور فيما يخص الحبوب كاين هاد اونيتوايون هاد اونيتوايون تاع اورياج هادي تاهي كانت جاتني غير ايشونتيون هاد لا غام ديال اورياج بور بو ميكس اغراس زوين غير هو واش غنعاود نشري انا جو بريفير ناخد ان نيتوايون اللي نديرو في وجهي ونغسلو ما كنبغيش نخلي شي حاجه في وجهي ابار لا كريم هيدراتون دونك هذا ما بيرسونيلمون ما غاديش نعاود ناخذ مكياج ما عنديش بزاف ما كنس ما بقيتش كنسالي بزاف الميك اب هذه ماسكارا ديال اوريفلام راه بقات مليوحه عندي هنا مع لي برودوي تاعهم كيما تمسحات هذه اون غام سميتها دوان عند اوريفلام اون غام زوينه بزاف ماسكارا زعما بثمن زوين وكانت كدير خدمه زوينه لي بيكو ديالها اون سيليكون زوينين تيفرقوا الشفار ما كيطولوش ولكن كانوا كيعطوني ان في اللي انا كنت باغا زوينه واش غنعاود نشريها ولا لا بوتيت ان جور مي دابا جو بريفير تيست حوايج اخرى هادو دي روج ا ليفر ديال ايف روشي هاد لا غام هادي راه زوينه ايدغاتون عند ايف روشي هذا هو التقاده هذا كان فيه واحد لورانج كوراي زوين كيجي زوين سورتو بزاف هذا كيعجبني في الصيف وكيعطيك لون زوين او ميم طون كي ايدغاتي وهذا هذا كاع حفرتو مسكين تيمون كان كيعجبني سورتو بوغ ليدغاتاسيون وكيعطيك لون زوين فمك يعني ناتوريل هذا لابيلو لو فامي راه كلشي كيعرفو كي ايدغاتي الفم ماشي ديك ليدغاتاسيون اللي كنحتاجوها البنات في الشتا هذا فصل الصيف كيكون الفم ما ناشفش بزاف هذا مزيان ولكن الا بغيتي ايدغاتي بزاف هذا راه ما ينفعكش هذا كيخلي واحد لا كولور زوينه ناتوريل وهذا روج ا ليفر ديال ميبيلين كنت شريتو شحال هادي هو مسكين تقادا حتى هو كان فيه بحال اون سوغ دو غوز غا ديال لورونج كان زوين وسورتو كي قلت لكم في الصيف
Et pour finir, voilà, dans le dernier produit li عندي, هذا c'est un parfum ديال avant, pardon, سميتو لاك. هذا في الاولى البنات عجبني, جاتني ريحه زوينه, عجبتني, عجبني في الشكل سورتو, سي تري كيوت, تحطيه في لا كوافيس ديالك, لا كوموط كيجي زوين. باغ كونطخ فاش استعملتو ولا كيضرني في راسي ديغنييغمون, نتوما راه باقي فيه, مقدرش باقي نساليه, مبقيتش كنرشو, يعني ولا كتجيني ريحه قاصحه بزاف اللي كضرني في راسي, وانا جيم با هاد الريحه هكا. مي غادي نحطها في الطبيخ غير على قبل المبالاش ديالو, عاجبني واش غنعاود ناخدو, بيان سور كو نو. دونك هذا ايفيتي اللي ما كيعجبوش الروائح اللي قاصحه, ايفيتي هذا. فوالا البنات, لا فيديو توش صافا, سالات, جيسبر ان تكون عجباتكم, جيسبر نكون عطيتكم لو ماكسيموم دانفورماسيون, نكون فدتكم لو ماكسيموم بوسيبل, ونتمنى اللي ما مشتركش تشارك في القناة وديروا دي جيم ودي كومونتير. وي ما كرهناش نبداو التفاعل في لي كومونتير, مرحبا بكم, و جو فو دي ا بيانتو, سلامة.